موجز الاقتصاد من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن تأخر إقرار قانون الموازنة لعام 2022 يضع الحكومة أمام خيارات صعبة. وقال صالح إن أحد هذه الخيارات يشمل تنسيق الحكومة مع البرلمان لتشريع قوانين مالية للعام الحالي لتمويل المشاريع الجديدة ودعم البطاقة التموينية، والخيار الثاني دعم الرعاية الاجتماعية لمكافحة الفقر. وأشار إلى أن هناك وفرة مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فبالإمكان إصدار قوانين بها نفقات مالية للحد من الفقر ودعم مستوى المعيشة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العراق جاء بالمرتبة 39 كأكبر حائز للسندات الأمريكية خلال عام 2021. وقالت الوزارة إن حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية خلال آخر شهر كانون عام 2021 بلغت 22 مليار دولار، وهذه السندات تمثل 0.29% من السندات في العالم البالغة 7 تريليونات و740 مليار دولار. وعالميا تأتي اليابان كأكبر الدول حيازة للسندات الأمريكية وبواقع 1 تريليون و304 مليارات دولار، تليها الصين ب 1 تريليون و68 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 647 مليار دولار. كشف مجلس إدارة قطاع اتحادات الأسماك والمنتجات الحيوانية في تركيا أن العراق جاء أولاً في قائمة استيراد منتجات تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية التركية. وقال رئيس المجلس سينان كيزلتان إن صادرات صناعة الأسماك والمنتجات الحيوانية التركية خلال 12 شهراً الماضية بلغت 3 مليارات و590 مليون دولار. وأشار إلى أن هذه الصادرات وصلت إلى 102 أو 142 دولة في عام 2021، مبينا أن العراق احتل المرتبة الأولى ب 555 مليون دولار، تلاه الاتحاد السوفيتي ب 259 مليون دولار، وإيطاليا في المرتبة الثالثة. رفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت أسعار الفائدة بنحو 25 أو بنحو 25 نقطة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة بنفس المقدار في وقت سابق. وقال البنك المركزي السعودي إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسة في خطوة تستهدف صيانة الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي، موضحا أنه رفع سعر إعادة الشراء الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 1.25% وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار ذاته إلى 0.75%. وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة. كما أعلن مصرف البحرين المركزي قرار رفع سعر الفائدة الأساس على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة. ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية بعد تحذيرات من وكالة الطاقة الدولية بشأن مخزونات الخام العالمية. وحذرت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري الصادر من حدوث نقص في معروض النفط العالمي خلال العام الجاري بفعل العقوبات على روسيا. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أيار بنسبة 4.35% إلى 100 دولارين للبرميل. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان بنسبة 3.98% إلى 98 دولارا و84 سنتا للبرميل. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
كتاب الموجز بأمان الله.